القصة التي لا تتحدث أو لا يكون مركزها إله لا نسميها أسطورة، قد نسميها ملحمة، قد نسميها خرافة. الأديان بدأت مع تقريبا ظهور الإنسان وما زالت إلى اليوم هناك أديان جديدة. هذا معناها أن الحضارة انتهت، يعني ما يسمى بالسيفيلايزيشن انتهت. لا، هناك الآن المدنية. حصل لأهل الوافدين عندما دخل المسلمون؟ ألم يجسوا الأنباط جساً؟ السحر كان في يوم من الأيام طريقة من الطرق وانتهى وتحول إلى شيء بسيط. فأنا رجحت أن الجذر الأقدم لوصايا موسى هو موجود الحقيقة في وصايا شروباك، اللي هو أول وأقدم نص على وجه الأرض.